سلاحه إلا مشتبكا، لم تدوي صلياته في المناسبات، ولكنه عرف الطريق وصدق المبتغى، كان عونا لرفاقه في صولاتهم وظل على العهد حتى ارتقى. الشهيد إسلام صبوح، قمر جديد في سماء نابلس. اجا بالليل تعشى وحكى لي انه شو اسمه، قلت له سلمت على ابن ابو خليل السجين، قال لي سلمت عليه وبكره بدهم يعملوا غدا. فقلت له بقول له فيش معي نت واقعد نسهر احنا وياك، ما رضي ضل رايح. والصبح قال لي اني انا محاصر وايدي لي. بعديها قمت انا توضيت وصليت وقعدت ادعي له. بعديها بساعه لهن قالوا انه استشهد. اصغر واحد في ولادي وكنت ناويه بدي اتزوجه، بس هو قال لي بس لقدام شوي. قلت له لا خلينا نفرح فيك وشي، ما رضي. فتحنا له المحل، محل ابوه، جبنا له كمبيوترات، ما قعد فيه كثير يعني لسه بداء المحل. هي اللي صار. كان لقائي مع إسلام آخر يعني قبل استشهاده بكم يوم. كنت أنا باب البوابة جاي عندهم زيارة، ونزل لي لباب البوابة تحت وضمني. يعني أنا أول مرة بعملها، يعني قد باجي أنا أصلا، يعني بيتي كان قريبة وأنا كنت ساكنة جنبهم، لأول مرة بضمني. يعني أنا استغربت، قلت يجوز هيك، يعني ما توقعت إنه بعد 3 أيام رح يقولوا لي إنه استشهد أو إنه صار له إشي. يعني ما توقعت، ما مرش يعني زعلني أو زعل أخ من أخوته أو نسبان أخوته أو أمه، ما عمره. هو أصحابه كتير مقربين من بعض، أصحابه بحبوه، هو بحبهم، هو وفي كمان يعني للناس ولأصحابه. يعني بوقف يعني مع أصحابه، بوقف مع الناس، يعني مش عدواني مثلا إنه يتقاتل مع أي حد. يعني لما درينا إنه استشهد، أو هو مثلا درينا، يعني لما بروح مثلا ما بحكي له وين رايح، بيجي بنقول له وين كنت، ما بحكي، ما يعني ما بعرف حد إنه هو مثلا بده يعمل الإشي، خلص بينه وبين ربه أو بين لأصحابه. يعني كيف مثلا يعني هو واصحابه سر واحد، مش هالواحد اللي بيفتخر انه انا مثلا هيني نزلت وهيني لطشت او هيني صاحب فلان او صاحب، ما كان يحكي. من يوم ما استشهد الشيشاني يعني خلص، زي اللي لما فقد صاحبه خلص حسينا في وجعه انه انا صاحبي راح خلص، يعني انا ليه اضل، فانا بدي الحق صاحبي. كان يقول بدي استشهد، يعني هيك كان يقول بدي استشهد، بس احنا ما كنا مصدقينه. انا اختي حكت لي انه في اشتباك بالبلد، وممكن اخوك لانه عن طريق هو حكى مع امي، يعني قال لها ادعوا لي وانا يجوز استشهد، يعني انا رح استشهد. يعني انا ما صدقت، يعني انه عادي مثلا يكون بالبلد، يعني اي واحد بيكون بالبلد برجع. يعني ما توقعنا بلحظتها انه رح يستشهد او هو رح يرجع لنا، يعني وعند ربه الحمد لله. اسلام رن علينا الساعة 7:15 من رقم غريب، ما مش رقمه، ما بعرف رقم، كان هو صاحبه حد عندهم شريحة، حكى انا بدي استشهد، بدي أودع أمي، بس كلمتين إني أروح أودع أمي. حكى لزوجي إنه دخل لي المكالمة جماعية، قال له شادي ما بقدر أدخل يعني المكالمة، يعني ما بعرف، قال له ضروري بدي أودعها. نزل شغل السيارة ونزل وحكى مع مرت عمه، قال لها ادعي لي إحنا رح نستشهد. قامت صلت ودعت له، الحمد لله رب العالمين، ساعات ولهن تم قصف المكان واستشهد. قبل ما يتصل المكالمة 3 ساعات تقريبا كان مقطوع عنه النت،
ما كان شابك نت إطلاقاً، يعني حاول إنه نطمن عليه، يعني زوجي هو كان يعرف إنه هو موجود في البلد، يعني هو زوجي كتير كتير كان مقرب منه، يعني يوم يوم يجي عنده يفطر معه، يعني كان مقرب إله، يعني الفطور بعدين إسلام يروح يرجع على البيت. إسلام كان من النوع يعني آخر فترة ما كان يشتغل، كان يضله قاعد في البيت يطلع في الليل، المعظم يفكره إنه والله رايح سهرة مع أصحابه، يعني إنه يقولوا له اشتغل يا إسلام، فتحوا له مصلحة إنه اشتغل وهيك، يقولهم لا أنا بدي أستشهد، يعني آخر جمعتين ثلاثة كان مصر يحكي باستمرار أنا بدي أستشهد. يوم الجمعة قبل استشهاده بأربع ثلاثة أيام كان عندنا في البيت، حكينا له لا إسلام يلا إن شاء الله بنفرح فيك، فات على غرفتي بحكي إنه حلو الغرفة هيك وإشي، بحكي له إن شاء الله بنفرح فيك ونجيب لك، حكى لزوجي لا أنا بدي أستشهد. يعني حاولوا معه كتير، هو كان طالبها الحمد لله ربنا نول إياها. إله بالعادة يرجع يحكي معي أتحدث يعني شوية، كمان مرة إشي يوم عمه بمزح معاه دوما، هو بيجي عمه أخوي بيكون عندي في البيت بمزح معاه وبيضحك معاه وإياه، وبحب عمه كمان. بعديها ما قدرت خلص، أنا سمعت بنص الليل هالطخ وهالإشي، أنا بنت نابلة بعرف الوضع في البلد القديمة، أتصل فيه ما رد علي، ما رد علي بالمرة. بعدين بالآخر أستدعي لرب العالمين ينجيهم من هذا الدعاوي كلياتها، نقول حسبي الله ونعم الوكيل أول. بعدين بالآخر حكيت مع أختي الصغيرة، شو صاحية شي؟ بتقول لي أنا صاحية. بعدين بالآخر عند الساعة سبعة سبعة وإيش اتصل تلفون مع أخو الكبير، قلت له شو؟ قال لي طيب، قلت له طيب أنا بعرف الأحداث شو بيصير بعديها. بتقول لي ردت حكيت مع بنت أخوي الصغيرة، قلت لها شو؟ قلت بتقول لي انزلي تعالي انزلي على الدار عنا. قلت لها طيب هلا بنزل. انزلت هنا بعديها صرنا نتخبط مع بعضينا. بعدين جاي مرت ابنه الكبير، مرت الكبير اجت هنا بتبكي، قالها شو؟ انا بعرف الوضع خلص، انا عرفت يعني، لأن أنا بنت نابلس بعرف شو الأوضاع، بعرف الوضع شو، هن أبطال وهن شجعان. بعدين سألون أنا ما بدي أخبر أمه، ما خبرناها بالآخر عرفت. بعدين أبو قال شو؟ قلت له إسلام استشهد وقاعد هنا. حكيت له صرت أهدي فيه، بعدين أبطال كلياتهم والله أبطال. إسلام إنسان رائع، إنسان لطيف، إنسان هادي، إنسان خدوم، عاش ولد بهدوء وعاش بهدوء ورحل عن هذه الدنيا بشراسة، فشخصيته إنسان عنده عزة نفس، عنده كرامة، عنده تضحية، عنده حب الخير للآخرين، عنده وفاء، عنده إخلاص، وبين بالنهاية شو الإخلاص اللي عنده. يعني احنا تفاجأنا باللي صار كله هذا، يعني انه كاين مع الشباب، احنا ما بنعرفش، يعني كاين مع الشباب ويخدمهم وضحى بروحه من أجل طبعا رب العالمين بالبداية وبالنهاية، ومن أجل انه يكون صديق طيب ووفي لأصحابه. يعني وعهو ما سمعت من التسجيلات إنه كان من أيام يعني من 2015 وكان له نشاط معاهم يعني، وما حدا يعرف عنه إشي. هذا الإنسان يعني أنا بفتخر فيه طبعا كأخ وكابن، وأهلي بيعرفوا هذا الحكي كابن. أنا علاقتي في إسلام يعني أنا من هو صغير وأنا اللي مربيه، وأنا بفتخر في هذا الإشي، أنا اللي ربيته من هو صغير. كنت نايم أنا
ولهي امي بتبعت لي يعني بتقول لي اخوك هيك هيك يعني محاصر وش. انا تفاجئت، انا ما بعرفش بهذا الحكي، يعني شو النابلسي، يعني شو علاقته بالنابلسي. فمباشرة يعني لبست ونزلت، وصلت هون على 10:15. طبعا في الطريق عرفت، يعني انا ضلتني اتصل مع اهلي، في الطريق عرفت انه استشهد، وما قدرتش امسك دموعي، يعني هذا اخوي وابني. يعني تسجيل الصوت اللي بعتوه يعني كانوا بهدوء هادئين بشكل مش طبيعي الحمد لله. شوف يعني مش واحد يعني بده يجي صاروخ او بده يجي رصاصة، يعني سمعنا ناس كتير يعني قبل ما يموتوا بصيروا يرجوا ويصيروا يصيحوا ويلطوا، بخايفين من الموت، بخايفين على الإقبال على الموت. هذول بقول لك احنا استشهدنا، ادعوا لي احنا استشهدنا. عشان هيك انا حكيت من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه بالبداية، كلام رب العالمين لهاي الآية العظيمة، لأنه كان ينتظر اللي قضوا نحبهم اللي هو أدهم مبروكة. أنا كنت أشوف يعني أخوي مع علاقة أدهم كتير كتير طيبة، صحبة من هنا صغار يعني. فوين إسلام؟ بالقبور دائما عند أدهم، عند الشيشاني. فكان يعشق إشي اسمه أدهم مبروكة. فيوم ما استشهد أدهم قلت إن شاء الله يعني احنا استشهد لنا شهداء اصحابنا لليوم. انا يعني مثلا في الاصحاب استشهدوا ولليوم الحمد لله من 21 سنه لليوم انا يعني شارب حسرتهم لليوم، ما تغيرش اشي. فانا مجرب هذا الاشي، في له تسجيل لاخي من سنه 2015 لما كان يساعد الشباب، ولما كان يعني يعطيهم اخبار انه اليهود وين مثلا بهذيك المنطقه، اخبار الشباب اللي بيكونوا يعني مطلوبين، اللي بيكونوا يعني كان يخدمهم. تنطبق عليه قصه ابي قدامه، وانا مش بديش احكي قصه ابي قدامه مع الفتى هذا اللي اخذه على الاستشهاد بشرط انه يشفع له يوم القيامه. اللي بيسمع هاي القصه يفوت عليها على الانترنت ويسمعها، تنطبق عليه قصة أبي قدامة إسلام. بس باختصار هاي هي يعني. انسجن إسلام عند السلطة في سجون الظلم، أخذوه طبعا اختطاف من منطقة رفيدية ولا أريحة، طبعا عذبوهم عاد فترة 6 أشهر وودوه بعديها على سجن جند، وعد سنتين، قضى السنتين. طبعا حاولنا نخرجه بكفالات بأي إشي، لا بطريقة أو بأخرى خرج الحمد لله رب العالمين. أنا بدي أحكي كلمة حق، سواء عن السلطة أو سواء عن اللي بيطلعوا بالأفراح وبتخطقوا بالهواء، كل الاحترام، تحية عسكرية اللي بده يجي يحيي الشهيد، تحية عسكرية وتخله أكم من رصاصة، كل الاحترام له. وكذلك السلطة يعني قاعدين عهو، ما سمعت أنا، ما كنتش أنا بقول لك، أنا وصلت على 10:15 هون، كان أخوي مستشهد والشباب كانوا مستشهدين، إبراهيم الله يرحمه، زينة الشباب برضو إبراهيم، والشاب مع حسين الله يرحمهم كانوا مستشهدين. جيت عهو ما سمعت، كانوا يلعبوا كرة قدم يعني اليهود، عهو ما سمعت يعني، بس شوية مراجمين، وسمعت إنه في أكم من مسلح كان يتخطخ عليهم، يعني لو مطلع لهم مسلح 4-5 مسلحين من هاللي بيتخطخوا بالهواء اللي الشرفاء، طلعوا من شارع حطين ويعني من كل المناطق طلعوا، كان أربكوهم شوي لليهود، ومستحيل ما يكونوش معهم يعني عبوات أي إشي، والله كان أربكوهم يعني، كان غطوا على الشب بالذات لأنه الدنيا نهار يعني، بالليل بضلهم كانوا صاحين. وما سمعت كتير قصص يعني، كانوا عشان هيك أسموهم بأقمار نابلس، إنهم كانوا يسهروا طول الليل وبالنهار يناموا، دول إجي لهم بالعكس هالمرة يعني. إسلام الجندي المجهول الذي لا يعرف عنه أحد، يعني ما كانش حدا يعرف عنه إشي، ما يحبش إنه يطلع بسلاح، ما يحبش إنه يسان يقعد يستعرض، يعني بلغتنا إحنا يعني إنه يعرم يتفصحن. يعني في كتير مسلحين مثلا إذا بيمشي بنص الشارع، إذا بيمشي بنص الشارع بتعرفش تحكي معه مثلا. هو كان إله
بهاي الشغلات، ما كانش يحمل سلاح، لم يحمل إسلام سلاح إلا سلاح المقاومة. وقبليهم طبعا أدهام والمبصلات والدخيل، هم شباب باختصار. لما دخلوا هذا، يعني لما دخلوا هذا الموضوع وهذا الطريق، حاولوا انهم، وكان هدفهم هيك، وبالذات ابراهيم النابلسي، حاولوا انهم يغيروا فكرة او نظرة الناس للرجل المقاوم المشوهة. يعني كان مثلا لما يكون المسلح ماشي او المجاهد يقولوا ايه، بيعرفش واحد يحكي معاه، فهمت علي؟ فإن غيروا النظرة للمقاوم، فهن إنسان يعني ناس بسيطين وناس محترمين وناس خدومين وبيحبوا أصدقائهم. فالنظرة المشوهة للمقاوم إنه والله معاه سلاح، هذا ما بينحكيش معاه، إنه هذا قبضاي، إنه هذا بيعرم مثلا قدام الناس. طبعا بحكيش عن الكل، بحكي بشكل خاص وبشكل عام بنفس الوقت، في ناس محترمين وفي ناس أوادم، بس أنا بحكي لك النظرة هاي غيروها. فإسلام وإبراهيم وأدهم مبروكة والمبصلات ومحمد الدخيل وعبود صبح ومحمد العزيزي وشباب شباب كتير، كان عندهم رسالة. رسالتهم هي كالآتي، إنهم يغيروا نظرة الناس للرجل المقاوم. النظرة هاي المشوهة كانت إنه الإنسان المقاوم يعني بس إنسان مقاوم، بس سلاحه مش بالأفراح أو بالمناسبات أو بال وبجنازة الشهداء، لازم يكون سلاحه للجهاد فقط، يغيروا بوصلتهم بس للجهاد. يعني غير هيك كان عندهم رسالة، وإن شاء الله نجحت. يعني أسمعت في آخر عملية في واحد كان هو بطقطق بالباص، نابلسي نابلسي نابلسي. فهذه الرسالة، إنسان بس كلمة أخيرة، الإنسان اللي بيموت من أجل كلمة، هاي الكلمة بتحيا وبتعيش.